ورجعنا لكم بعد الفاصل كالعادة لفقرة السوشيال ميديا، وتعالوا نشوف أول صورة معنا إيه النهاردة. دي بتاخد حمام ساونا يا شيخة، في بتاع الساونا بتجيبيه البيت بتفليه بالسوستة ده بتاع الساونا بس لونه أبيض فستان فرح. ده بسيط، لا ما تهزري، ده فستان فرح. فستان فرح بسيط خالص يا انتصار. زي طب هي من جوه لابسه حاجه ولا مال؟ ببساطه فستان. لا ده فستان بجد بس بجيبونه سك نازل بسيط مفيهوش طرحه. حبيبتي يا فستان فرحي اعرضته الفقره اللي فاتت. يشبهه شويه، حاسه ان هو فيه بس فيه شويه. قولي لي حبيبتي فستان فرحك انت الاول بعدين بتكلمي عن فستان فرحي. فستان فرحي بنت الحلامه كانت الحلامه كلوشه او زي ده زي ده من بلالين يعني دي تفرقع في لحظه. لا بصي العريس شك الدبوس تفرقع. لا والعريس لابس شورت اخضر على الجاكيت والله العظيم لابس على بعض يفرقعوا مع بعض وهي متختخه وهو متختخ. كور دي اكيد لعيبه كوره او جوية كوره جدا او متجوزه لعيب كوره او متجوزه لعيب كوره. لا بس صعبه قوي البوكيه كوره والبتاع هوبا احمريكا الدبدوبه اهي هو ده الدبدوب. بصوا يا جماعه تيالي ان فستان الاحمر ده مش يوم الجواز، باحتفال بذكرى الزواج. الذكرى العاشره الذكرى السادسه فتلبس له احمر بطرح الثانويه للمرحوم بتحتفل اهي. ده ايه ده عامله ظهرها بلالين زي كده الطاووس زي عروس المولد شبه عروس المولد. هي كوشه اساسا مش محتاجه كوشه بالظبط. وشكل اللي جنبها هي اللي مصممه. طب يلا نشوف الفيديو بقى. مزيكتهم حلوه قوي. المزيكا يوناني قوي قوي، واسكندر الاكبر يوناني وهو اللي بنى الاسكندريه. وكلنا البحر المتوسط الابيض وتجمعنا وحده البحر. وحده البحر تقصير البحر وحده المجال ويجمعنا البلطي والبوري والمرجان. حب السمك. ده انت جبتي الاحمر على الابيض. والصوت العالي والانطلاق والشعر المجعد. بس اموت واعرف تكسير الاطباق ايه معناه النفسي. اقول لك ليه بقى. احنا لما بيجي بنحتفل براس السنه بنرمي حاجات قديمه عشان نستقبل سنه جديده بحاجات جديده. بس احنا بنرمي ازايز. ماشي ما احنا هم بقى يمكن ما عندهمش ازايز نورد لهم ازايز مثلا ولا نعمل. لا انا مش اعتقد هم بيكسروا حاجه مثلا فال حلو على العين او الشر. ياخد العين ياخد الشر. استقبال حياه جديده للعروسه والعريس يمكن مش عارفه. بس هم من الاخر راسهم حلو. انت ليكي علاقه بالدوله واكلهم حلو. لا هي مسافره قريب. مسافره؟ راحه تشتري يونانيه من هناك. راح اشتري يونانيني مش يونانيه. اساليهم. هبقى اسالهم. وانت جايه بقى تجيبي طقم صيني نكسره. احنا براحتنا نقعد نفرقع فيه. طيب مشاهدينا ما بتجيبش حاجه حبيبتي. معلش ايه ده ناشفه؟ أوي. طريها طريها خلي البط يعوم فيه. حاضر يا روح انت بس تأمري بدريها عشان خاطرك انت. ميرسي. نخرج فاصل ونرجع نكمل مع فقره الضيف. استنونا.